الو استاذه فاتن، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا كنت متابعه الرجيم مع دكتور ياني كده. انا مش مليانه يعني، انا وزني 59 كيلو وطولي 156. كويس خالص. بس كان عندي مشكله في ركبتي وكده، فكنت بعمل دايت قبل رمضان، فكنت ماشيه دايت كويس جدا وبخس وكده، بس كنت معتمد اعتماد كلي وجزئي على اللايسين زي ما الدكتور كان قايل لي. وفجأة بعد كده لقيت نسبة تعبت كده، ودخلت على رمضان نسبة الدهون عالية جدا عندي، ودهون ثلاثية، وكان مديني هو الدكتور قرص كده يعني بيقول بيساعد على الحرق. كويس. ففجأة لقيت نسبة الدهون الثلاثية بقت عالية، وكوليسترول وطبعا السكر معاهم عالي وحاجات كده، فتعبت جدا. فحتى بقى يعني الدكتور بقى البطنة مديني علاج قوي قوي لتنزيل الدهون وكده، بالرغم ان انا ماليش في الدهون خالص. يعني حضرتك قبل ما تدخلي تجربه الدايت ما كنتيش لا تشتكي لا من ارتفاع السكر ولا من الكوليسترول ولا من الدهون الثلاثيه؟ لا ما عنديش سكر ولا حاجه. يعني ما عنديش. بس حضرتك قلتي ارتفاع نسبه السكر. لما ارتفعت الدهون الثلاثيه عندي رفعت لك السكر. رفعت السكر طبعا، ورفعت كل حاجه وضغط وكله. لكن الشكوى دي ما كانتش موجوده من قبل الدايت. لا خالص. بس انا كنت معتمده حوالي 3 شهور على العيش السن بس. لا بس العيش السن عمره ما هيرفع من الكوليسترول والدهون الثلاثيه الا لو معمول بطريقه غلط يعني، ودي نقطه انا هقول لحضرتك عليها لما اجي ارد. لكن هو في حد ذاته ما يرفعش. ممكن اسال على حاجه؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. بالنسبه كمان ان هو اللبن، هل يعني الكل بيقول مثلا الخالي الدسم خطر، وفي بيقول لا لازم يكون كامل الدسم. انا كده كده ما باخدش لبن طبيعي، باخد الحاجات المعبأة. تمام. اللبن تمام. فهل خالي الدسم بيفرق ولا كامل الدسم برضو في اللبن وفي الزبادي؟ ما انا ببقى خايفه برضو ان انا اعتمد على حاجه. تمام. يعني بسمع حاجه ومن كل حد يعني. تمام. فعايزه اعرف من حضرتك انا اعمل ايه. انا دلوقتي بقى وزني اساسا 56 كيلو. تمام. بس تعبانه، باخد دواء دهون يعني، باخد وزاره الانجي يعني عشان ينزل الدهون الثلاثيه. لا حاضر، ارد على حضرتك حالا تحت امرك. استاذه فاتن، السؤال بتاعك يحتمل كذا حاجه. طبعا زي ما قلت وانا برد على حضرتك، العيش السن في حد ذاته مفيش اي مشكله خالص بالنسبه للكوليسترول والدهون الثلاثيه ولا السكر طبعا، لا يرفع لا ده ولا ده ولا ده، الا في حاله واحده، وللاسف بقى في يعني بعض الافران بتعمل حركه كده مش كويسه. احنا عارفين ان العيش السن لونه اسمر او لونه غامق، فتلاقي بعض الافران بتعمل ايه، بتحط دي ابيض عادي جدا جدا، وتحط شويه رده صغيرين، وتروح حتى معلقه عسل اسود، فيطلع العيش لونه اسمر. فالواحد يتخيل ان ده عيش سن كويس يقدر يستخدمه براحته. طبعا هو الدقيق كامل الحبة او الدقيق السن او الدقيق الاسمر يعتبر ثمنه مكلف شوية عن الدقيق الابيض، عشان كده العيش السن بيبقى نسبة الدقيق الاسمر فيه اعلى شوية، فبيبقى مكلف نوعا ما عن اي عيش موجود في اي فرن. فبعض الافران عملوا الخدعة دي، تلاقي حتى طعم الرغيف حلو شويه او طعمه مسكر شويه، ولما تيجي تمسك الرغيف ما تلاقيش الرده اللي هي بتبهدل الدنيا او اللي هي بتنزل من الرغيف ده. ده احتمال. الاحتمال التاني ان حضرتك يكون في كانت مشكله في الكوليسترول، وطبعا ممكن يكون ده مربوط شويه بسن حضرتك، لان طبعا في المنتصف الثاني من الخمسينيات وبعد انقطاع الدوره الشهريه في احتماليه او في نسبه كبيره ان نسبه الكوليسترول تزيد في الدم بسبب انقطاع الدوره وبسبب انقطاع الهرمونات الانثويه اللي بيبقى ليها علاقه او ليها دور مباشر في تخلص الجسم من الكوليسترول. في احتمال ثالث ان حضرتك يكون في عامل وراثي للعيله عند حضرتك بارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم حتى لو ما بناخدش اي دهون خالص. في احتمال اخير، حضرتك ما تكونيش بتاخدي معلقه زيت الزيتون او الزيت الحار ونسبه الالياف اللي موجوده في طبق السلطه اللي بتخلي الجسم يطرد الكوليسترول اللي موجود فيه، او بيقلل من نسبه الكوليسترول الضار او منخفض الكثافه، وبيرفع من نسبه الكوليسترول المفيد او اللي هو عالي الكثافه. دي مجموعة احتمالات ممكن حضرتك تكوني في حاجة منهم. بالنسبة للبن الخالي الدسم والكامل الدسم، حضرتك قلتي في ناس بتقول لا لازم يبقى كامل الدسم والخالي الدسم ما فيهوش فايدة، وتضاربت الأقاويل. ببساطة اللبن الكامل الدسم واللبن الخالي الدسم الفرق بينهم في السعرات محدود، يعني نقدر نقول ان بيبقى حوالي 30 او 40 كالوري في كل 100 ملي. ده حاجة.
الحاجة التانية بالنسبة للمريض كوليسترول أو دهون ثلاثية، في الحالة دي مجبر أنه ياخد كوباية اللبن تبقى خالية الدسم، عشان الكوليسترول وبعض الدهون اللي موجودة في اللبن كامل الدسم هترفع معانا نسبة الكوليسترول في الدم، فحضرتك أو كيس زي حضرتك لازم تاخديه خالي الدسم. أفضل حاجة أن احنا ناخد اللبن اللي هو نص دسم. الحاجة الأخيرة، كلنا محتاجين زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت لنسبة من الدهون كل يوم اللي هي بتبقى متقدرة بحوالي معلقة زيت، عشان الفيتامينات الممتصة في الدهون أو الفيتامينات الممتصة في وسط دهني أو وسط زيتي. ففي الحالة دي أنا باخد اللبن خالي الدسم وما اخدش فيه دهون خالص، واخد أنا معلقة زيت الزيتون على الجبنة اللايت أو الجبنة القريش أو أحطها على الفول أو معلقة زيت الحار، فيبقى أنا خدت الفيتامينات اللي بتزود امتصاص الفيتامين اللي هم الاي والدي والاي والكي، وفي نفس الوقت قللت معايا الكوليسترول، فيعتبر عملنا كذا فايدة بحاجة واحدة بس.